ما تنساش الاشتراك في السحب على القناة، كل حلقة بيبقى فيها جايزة $5 على محفظة بايير، والاشتراك في السحب شروطه بسيطة، هتجاوب سؤال الحلقة في التعليقات على اليوتيوب، هتشوف الحلقة للآخر وتعمل لايك واشتراك وتعمل شير أكتر من مرة للحلقة، ولما تكسب هتبعت كل الإثباتات دي على جروب الفيسبوك وهتلاقي الرابط بتاعه موجود في الوصف. هختار الكسبان كل حلقة بشكل عشوائي من تعليقات اليوتيوب، والفايز هيبعت الإثباتات على جروب الفيس. بالتوفيق للجميع. طريقة ربحية سهلة جدا، هستخدم فيها أدوات بسيطة ومعروفة، ويمكن بعض الأدوات دي شرحتها قبل كده بالتفصيل، ودايما بقول إن الطرق الربحية بتعتمد على المواقع اللي تعرفها وإزاي تقدر تستفيد منها من دمجها مع بعض. هشرح لك الخطوات بالتفصيل اللي من خلالها تقدر تنفذ الطريقة بكل سهولة، وبعد التطبيق هتلاقي ربحك هيوصل ل$300 خلال يوم واحد زي ما هتشوف في الحلقة. ممكن تعدل او تضيف مواقع من عندك اللي بيها تزود معدل تحقيق الارباح. مش هحتاج منك اي خبر او مهارات في اي حاجة، لان الشغل سهل واي حد يقدر يعمله، والخطوات كلها بسيطة زي ما هتشوف قدامك. الطريقة دي مجانية تماما، يعني مش محتاج استثمار ولا راس مال علشان تبدأ، لانك مش هتصرف ولا حتى سنت واحد. كل اللي هحتاجه منك علشان تبدأ تليفون او جهاز كمبيوتر او لابتوب، اي حاجة من دي هتقدر تشتغل بيها، لكن طبعا بفضل كمبيوتر او لابتوب علشان مساحة الشغل تبقى اكبر. المواقع اللي هشتغل بيها اغلبها مدعوم في الدول العربية، ولو في حاجة مش مدعومة تقدر تعتمد على اكسبريس في بي ان، وده شرحته بالتفصيل. مهم يكون عندك حساب بنك باي بال مفعل علشان استلام الدفعات، لان الموقع بيدفع من خلال حساب بنك باي بال، ولو الحساب مش مفعل ممكن يرفض استلام التحويل ويعلق الحساب بعد كده لحد ما يتم التفعيل بالاوراق الشخصية. اي مواقع وادوات هشرحها في الحلقة اللينكات بتاعتها هتبقى موجودة في الحلقة نفسها، ومفيش اي لينكات هتبقى موجودة في الوصف. اي موقع مش هيفتح معاك او هتلاقي التسجيل مدفوع يبقى الموقع ده غير مدعوم في بلدك، وبالتالي هتحتاج في بي ان علشان تقدر تسجل وتشتغل على الموقع. اهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين، حلقة جديدة وطريقة ربحية جديدة، ونكمل بعد الفاصل. يلا نبدأ في الشرح العملي على طول. اول خطوة هتروح على موقع شات جي بي تي، وخد بالك الطريقة دي جديدة، يعني تركز معايا وما تفوتش اي حاجة. عايزك تطلب من شات جي بي تي يكتب لك اكتر 5 نتشات مربحة، يعني نتشات او مجالات بتكون مكسبها كويس جدا، ايه اكتر 5 تقدر تحقق منهم دخل. وهو فعلا هيبدأ يكتب لك اكتر 5 نتشات بتحقق دخل، ولو بصيت على الاجابة هتلاقي هنا فاينانس وهنا اونلاين بيزنس، يعني المجالات دي من اكتر المجالات المربحة، وحتى الموقع اللي هشتغل من خلاله مهتم برضه بالكريبتو كارنسي والبيزنس والبيرسونال فاينانس وحاجات تانية كتير. يعني اقدر اقول ان نيتش اونلاين بيزنس مناسب جدا لهدف الفيديو وطريقة الشغل عموما. عايزك بعد كده تطلب من شات جي بي تي يكتب لك كتاب عن افضل طرق الربح اونلاين، لكن ما تقلقش مفيش بيع كتب خالص، لان دي طريقة مختلفة، لكن في الطريقة دي الكتاب ده هيكون هدية مجانية منك، وهتقدر تحقق ربح من خلاله. بس خليك معايا وهتفهم كل حاجة. ده عنوان الكتاب اللي عمله شات جي بي تي، وطبعا تقدر تغيره بعدين لو عايز. وهتلاقي الكتاب متقسم لأجزاء زي ما انت شايف كده، كل جزء هتلاقي فيه العناصر الأساسية بس، يعني مفيش شرح، كلها كده عناوين رئيسية والعناوين الفرعية، لكن مفيش شرح. وطبعا مش هو ده المطلوب، لان عايز كتاب بيشرح الطرق دي فعليا، وعشان كده هطلب منه يشرح كل جزء او عنوان بما لا يقل عن 1000 كلمة لكل جزء من ده. وهاخد عنوان الكتاب كوبي واحطه هنا، وهيبدأ يشرح كل جزء من العناصر اللي كان حاططها للكتاب. وطبعا انصحك تقرأ الكتاب بشكل سريع علشان يعني لو في حاجة محتاجة تتعدل او حاجة تتغير تبقى اخدت بالك. اضغط بعد كده على continue generating علشان يكمل محتوى الكتاب. هيظهر قدامك اختيار regenerate، ومعنى كده
انه خلاص خلص الكتابة ويبقى كده عندك المحتوى جاهز وكله تمام، وكده يبقى انت خلصت الخطوة الاولى بتاعت الكتاب والمحتوى بتاعه. يلا على الخطوة التانية، هتروح على الموقع ده canva.com، موقع كانفا غني عن التعريف في مجال التصميم، استخدمته أكتر من مرة في الطرق الربحية. عايزك في مربع البحث تكتب ebook واضغط انتر، اختار create plan، يوديك على الصفحة دي اللي هتقدر منها تعمل كتاب من الصفر. هتسيب الصفحة الأولى دي للكفر بتاع الكتاب، وفي الصفحة التانية اختار text books، ومن هنا اختار add a subheading، هيديك مربع تقدر تكتب فيه محتوى الكتاب بتاعك، واختار a little bit of body text وظبط المكان بتاعها. بعد كده هتاخد عنوان الفصل كوبي من شات جي بي تي وتحطه هنا، وطبعا هتظبطه عشان يكون واضح للقراية. هاخد بعد كده الجزء الاول من المحتوى كوبي واعمله هنا بيست، وبرضه هتظبط المكان بتاعه. اي حاجة هتاخدها كوبي وبيست هتحتاج ان انت تظبط النص في الكتاب، واضغط بعد كده add page، وهاخد باقي المحتوى كوبي واعمله بيست زي ما انت شايف كده. هتعيد نفس الخطوات مع باقي محتوى الكتاب وكله كوبي وبيست، وهتظبط المكان، هتحط عنوان الفصل او الشابتر وبعدين الكلام اللي تحته، وفي الاخر تعمل الكفر من اي صورة جاهزة وتعدل عليه بانك تضيف العنوان بتاع الكتاب. وكده خلصت محتوى الكتاب والتصميم بتاعه، وكده الجزء بتاع الكتاب بقى جاهز تماما. يلا على الخطوة التالتة، هتروح على موقع Warrior Plus، اسم الموقع موجود قدامك بالكامل warriorplus.com. الموقع ده شرحته قبل كده من المواقع المهمة جدا. من الصفحة الرئيسية تقدر تعمل حساب مجاني من هنا، هتدخل شوية بيانات بسيطة، اسم المستخدم، الباسورد، الايميل، وحط علامة I'm not a robot، واضغط على create account، وكده عملت حساب. وده شكل الداشبورد للحساب بتاعك. الموقع ده للي ما يعرفوش، ده موقع بيوفر عروض CPA، يعني انت بتقدر تحقق منها ارباح من تسويق العروض دي، زي شغل CPA جريب وموقع CPA ليد. من فوق عند affiliate اختار offers، وهتلاقي انواع عروض كتير مختلفة، سواء بقى كورسات او سوفتوير او خدمات، وتقدر تختار العرض على حسب عدد المبيعات علشان تتأكد ان ده عرض مميز وشغال. بعد كده هتبص على معدل التحويل اللي هو conversion rate، وده لازم يكون اعلى من 15%، وكمان العرض يكون اقل من 5% في refund rate. كل العوامل دي لو تاخد بيها في اختيار العرض بتاعك، هتضمن بشكل كبير انك تحقق دخل كويس من العرض اللي هتشتغل عليه. لكن للأسف بعض الناس بتختار بشكل عشوائي على حسب معدل الربح من العرض. هنا هتلاقي visitor value، يعني هتاخد كام ربح من كل شخص، وهنا average sale، يعني المستخدم بيدفع كام علشان ياخد العرض ده، وكل ما كان average sale عالي يبقى أفضل. وعلامة القلب في الآخر دي بتوضح أداء العرض خلال الثلاث شهور الأخيرة. وبعد ما وضحت العوامل اللي ممكن تختار العرض على أساسها، المفروض أنت دلوقتي عارف إزاي تختار عرض مناسب من مئات العروض الموجودة قدامك، وعلى أساس إيه بالظبط هتختار، زي ما قلت لك عدد المبيعات والconversion rate والrefund rate، كل العوامل دي هتفرق معاك، وتشوف كمان الفيزيتور فاليو والافريج سيل، وهتلاقي عروض كتير بتستوفي الشروط اللي قلت لك عليها. لكن علشان هدف الفيديو لقيت عرض مناسب اللي هو بروفيت لينك، ده ليه معدل تحويل 18% و2% بس ريفاند ريت، وكمان فيزيتور فاليو والافريج سيل كويسين. هفتح العرض ده، وهنا هتلاقي كل المعلومات اللي هتحتاجها عن العرض، وكمان تقدر تشوف صفحة المبيعات من هنا وتشوف صفحة التسويق. ولو ضغطت على برودكتس هتشوف العروض الموجودة ضمنيا مع العرض والعمولة اللي هتاخدها على كل مبيعة في العرض ده. هنا هتاخد $8.48، هنا هتاخد $4.98، هنا هتاخد $18.50، وكل العروض دي إضافية مع العرض الأساسي، يعني انت هتاخد من العرض الأساسي $8.48، وده من بروفيت لينك. واي حاجة اضافية على حسب المستخدم انت هتاخد عمولة منها،
ولو عميل اشتغل منتجات كلها في الخطوة الأساسية دي بتاعة بروفيت لينك، يبقى انت اخدت عمولة $31.96 من عميل واحد بس على الشريحة الأولى من العروض. ولو لاحظت هتلاقي من ضمن العرض الأساسي عروض ضمنية سعرها أعلى بكتير، ومقابل كده مش هتعمل أي حاجة غير مشاركة الكتاب اللي عملته مع الجمهور المستهدف علشان تحقق دخل يومي أكتر من $300. المهم إنه مهما كان العرض اللي اخترته، اضغط بعد كده على Request Approval علشان تاخد رابط الأفلييت للعرض، وده علشان تبدأ تسوقه وتحقق من خلاله ربح أونلاين. ومن هنا ممكن تكتب أي حاجة زي السطر اللي قدامك ده، وفي الآخر بين القوسين هتحط مصدر الترافيك، يعني اللي هتعتمد عليه كأداة للتسويق، سواء بقى على فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب أو مدونة بتاعتك. وبرضه هعرفك انت هتسوق الرابط ده فين بالظبط وازاي، بس خليك معايا. اضغط بعد كده على Request Offer، هيتم ارسال طلبك للفندور وغالبا بيتقبل، ولو حصل واترفض طلبك تقدر تقدم على عرض تاني، انت مش خسران اي حاجة. يعني قدامك مئات والاف العروض، تقدر تدور وتختار عرض مناسب، وانت عرفت ازاي هتعمل كده بالظبط. اشتغل على عرض او اتنين او تلاتة، وكل ده مصدر دخل ليك، مش عشان تحقق 300 لكن ان شاء الله يكونوا 3000. بمجرد ما الفندور يوافق على طلبك هتقدر تشتغل على العرض. اضغط على Get Link، هتفتح الصفحة دي قدامك، وده رابط الإحالة الخاص بالعرض، اعمل له كوبي وسوقه علشان تحقق دخل من خلاله. يلا نشوف الكسبان الحلقة اللي فاتت. هاخد لينك الحلقة كوبي واحطه في الموقع ده واشوف عدد التعليقات وهضغط Start. فعلا دي إجابة السؤال، هتبعت لي إثباتات الشروط على جروب الفيسبوك اللي هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف، إثبات المشاهدة وإثبات اللايك وإثبات المشاركة للفيديو أكتر من مرة. وبعد ما تعمل كوبي للرابط هتروح على الكتاب بتاعك في كانفا، وفي الصفحة التانية اضغط على Add Subheading واكتب أي جملة زي دي، وبعد كده هتعلم على الكلام زي ما انت شايف كده، واضغط العلامة دي، وهنا في المربع ده حط رابط الأفلييت بتاعك. وكده خد بالك وركز معايا، انت كده عملت تضمين لرابط الأفلييت في السطر ده، وكمان هتغير لون السطر علشان يبقى بلون مختلف. وبمجرد ما اي حد يضغط على السطر ده هيروح للعرض على طول، ولما حد يشتري العرض ب $16.95 انت هتاخد $8.48. ولو حد اشترى اي حاجة اضافية زي ما شرحت من شوية، انت هتاخد عمولة اضافية، وهتاخد مربع اللينك ده وهتحطه في اي صفحة فيها مساحة من تحت علشان يبقى معرض اكتر للضغط من اي حد يشوف الكتاب ويقراه، وحطه في الاخر في اخر صفحة كده حطه لوحده. بعد كده هتنزل الكتاب بصيغة PDF، وتأكد انك تنزل كل الصفحات واضغط داونلود، الكتاب هينزل بالشكل ده. بعد كده هترفع الكتاب على جوجل درايف. انا عارف ان الخطوات تبان كتيرة شوية لكن هتفهم كمان شوية ليه بعمل كل ده. هترفع الكتاب على جوجل درايف، هتاخد لينك للمشاركة وتأكد انك تخليه anyone علشان يبقى متاح لأي حد، واضغط على done، اعمل كوبي لللينك. هتروح بعد كده على الخطوة الرابعة، وزي ما قلت لك انا عارف انك عملت حاجات كتير وممكن تكون متلخبط، تقدر توقف الحلقة وترتب الخطوات او حتى تعيد المشاهدة للجزء اللي حاسس انك فوتته. هتروح على موقع ريديت، واسم الموقع موجود قدامك بالكامل، وده من افضل المواقع اللي ممكن تلاقي فيه عملاء لكل حاجة حرفيا، حوالي 2 مليار زيارة شهريا على منصة ريديت، واكتر من 48% من الزيارات دي من الولايات المتحدة، وده طبعا هو المطلوب. هتعمل حساب على الموقع، وده سهل وشرحته قبل كده، وعلشان تقدر تشارك اللينك بتاعك لازم يكون عندك على الاقل في الجزء ده حاجة اسمها كارما، 200 كارما، والحساب الجديد هيكون فيه واحد بس. عشان كده في مربع البحث اكتب كارما واشترك في كارما فور فري كوميونيتي، وده هتقدر تجيب منه اكتر من 200 كارما في يوم واحد. اعمل تفاعل في الكوميونيتي واكتب تعليقات، واول ما تكمل 200 كارما عايزك تضغط هنا على البروفايل بتاعك واختار بروفايل، واضغط اد سوشيال لينك، واختار منه كاستم يو ار ال،
واكتب هنا داونلود فري اي بوك، وحط هنا رابط الكتاب بتاع جوجل درايف. خد بالك انت مش هتحط الرابط بتاع وورير بلس اللي هو رابط الافلييت، رابط الافلييت انت حطيته جوه الكتاب، لكن هنا انت هتحط رابط الكتاب نفسه بتاع جوجل درايف، واضغط على سيف، وكده الرابط ظهر في البروفايل بتاعك. وفي مربع البحث اكتب ماني، وخلي البحث كوميونيتيز، واشترك في الجروبات الكبيرة، اي جروب كبير اشترك فيه، وهتبدأ تفتح كل جروب وتكتب فيه بوست. وطبعا البوست ده انت مش هتكتبه من نفسك، لكن شات جي بي تي هو اللي هيكتب زي ما انت شايف كده. هتاخده كوبي وتحطه هنا بيست. وطبعا من قواعد الكوميونيتي في ريديت ان انت ما ينفعش تحط لينك افلييت، علشان كده انا حطيت الكتاب بتاعي وبوضح ان هو موجود في البروفايل، انما جوه الكتاب بقى انا احط لينك افلييت، ما احطش دي براحتي انا. هي دي الحيلة اللي عملتها علشان اقدر احط لينك الافلييت جوه موقع ريديت. انا ما حطيتهوش بشكل مباشر، لان ممنوع في الكوميونتي ان انا احط لينك افلييت في البوست بتاعي، لكن انا جوه البوست وضحت ان الكتاب اللي هتقدر تشتغل منه اونلاين والطرق الموضحة فيه موجود في البروفايل بتاعي، وجوه الكتاب حطيت ضمنيا اللينك بتاع الافلييت. طريقة احترافية جدا زي ما انت شايف كده، تقدر تشتغل بيها وتحقق دخل اكتر من 300 دولار في يوم واحد. افتكر كلامي، حاول، مش هتخسر اي حاجة من المحاولة. اتمنى التوفيق للجميع، دمتم بخير، وشوفكم الحلقة الجاية.